ليلى ناديه بتتصل ارد؟ اه رد وقول لها هكلمها كمان شويه. اوكي يا حبيبتي. الو، ايوه ناديه، ازيك؟ انا تمام الحمد لله. لا ليلى في الحمام، اول ما تخرج هتكلمك. اوكي باي، مع السلامه. ناديه كانت عايزه ايه؟ ما قالتش حاجه، قلت لها ليلى لما تخرج هتكلمك. تصدق البت دي دماغ قوي. بقول لك ايه يا يوسف، ينفع اقابلها النهارده؟ اه طبعا، انا ما عنديش اي مانع. بجد؟ يعني انت موافق ان اخرج معاها النهارده؟ اخرجي. اوكي اروح بقى اكلمها. لا لا لا، ما تكلميها هنا. اوكي كلمها هنا. الو، ايوه حبيبتي، وحشتيني قوي. ايه ده بجد؟ رباب كمان هنا؟ فين؟ في شقة دينا يا ولاد اللذينة. اه هقابلكوا النهارده، ده احنا هننموا شوية نم. ماشي يا حبيبتي، اوكي يلا جايالك. باي يا روحي. ميرسي يا حبيبي. يا لهوي البوتاجاز! اهلا 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 يوسف صاحبي وحبيبي. ايه يا عم الغيبه الطويله دي؟ اه ما عليك حق صراحه، ده انت عريس. ها خلفت ولا لسه؟ تصدق ان انا زعلان منك؟ يعني انت مش هين عليك ترفع سماعه التليفون وتتصل بحبيبك وتسال عليه؟ حبيبك اللي انت اكلت معاه عيش وملح وعشت معاه سنين طويله واتجوزت مراته. عايز مني ايه بالظبط يا طلعت؟ عايز ايه بالظبط؟ يا عم انا مش عايز حاجه، انا عايزك سعيد ومبسوط. اه لو عجبك الموبايل ده اعتبره هديه جوازك. الرساله دي ليلى اللي بعتها صح؟ اوعى تقول الكلام ده. لا دي ليلى دي اشرف مش شرف، دي ست الستات. طب ده انا مره بعت لها واحد صاحبي عشان يصالح بينا راحت اتجوزته. ما تكلمي زي ما بكلمك يا طلعت. اكلمك ازاي؟ نزل ايدك اعقلها انت بقى وفكر. ما ترد عليا يا اخي غير ما اكلمك. اتكلمني. اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ اقول لك ايه يا يوسف؟ اقول لك الحقيقه؟ اقول لك الحقيقه. انت عبيط وساذج واهبل عشان احنا استغفرناك واكلناك الحلاوه عشان تسيب المكتب وتطلع من مول البلحمص وبعد كده تتطلق منك وتتجوز حبيبها الاولاني يا اخي. ما تقولش كده يا عم. ما تقولش كده. ما تقولش كده يا عم. كفايه. لا بقى، انا عارفه انك صعيدي جوي يا ابوي وطيب وجدع. طب بقول لك ايه، ما تعدي تاخدها. اه اصلا انا هفضل قاعده مع ماما شويه وما ينفعش يعني تسيب مزدتك كده تنزل لوحدها بالليل. ماشي، اول ما تبقى تحت البيت اديني رنة بس وانا هنزلها لك في باراشوت. ماشي سلام، مع السلامه. قال لك ايه؟ ولا حاجه، كبته على رجليا بالهداوه. بقول لك ايه يا رباب، الرجاله دول ليهم خريطه كده في التعامل. اه والله، يعني لما تلاقي راجل من دول متشعنن هدي انت، تلاقيه بارد خليكي لوح تلج. يعني من الاخر ما تحطيش نار على نار عشان ما تولعش في وشك. بقول لك ايه، بس الواد مجدي ده شكله واقع على شوشته.
عرفتي منين؟ باين من صوته. ازاي يعني حمقته كده وقلقه عليكي مش عشان عايز يعمل فيها راجل يعني، وازاي تنزلي من غير اذني والحاجات بقى اللي هم حافظينها مش فاهمينها دي. اه والله صوته كده واحد قلقان دخل البيت ما لقاكيش كان هيموت. ده مش حب يما، ده شكله العشق الاسود. ايه الاسود؟ لا بقول لك ايه، اتلحلحي شويه، انت ما اتعلمتيش اي حاجه من البت المخفيه دي اللي اسمها ناديه؟ خلاص انا هخليه يمشي يقول رباب رباب رباب. طب بقول لك ايه بقى، يا رباب يا رباب يا رباب، لسه جايبه كام طقم مسخره، مش خساره فيكي. ايه ده؟ لا ما اقدرش. بت اوعى تكوني فضحتينا، ده جوزك يا هبله. لا لا لا، يقولوا عليا ايه في البلد؟ بلد مين ياما؟ جوزك. ايوه طبعا انا بهزر معاكي، يلا نخش نشوف. وانا اللي كنت فاكراكي مؤدبه. تعالي في حته طقم موف. يا لهوي. انتي سبب في كل اللي حصل لي. انتي فقر. انا خسرت الشركة اللي قعدت طول عمري اكونها بسببك، وخسرت صاحب عمري برضه بسببك، وقتلته بسببك. ايوه بسببك. انتي السبب. انتي السبب. في ايه يا يوسف؟ مش عارفه في ايه يا فجره، مش عارفه في ايه يا فجره. انت السبب في كل اللي حصل لي. انت السبب. قتلت صاحب عمري بسببك. ايوه قتلته بسببك. قتلت صاحب عمري بسببك. لا لا لا، ده مش صاحب عمري، ده كلب وخاين زيي. يا سفله يا خاينه يا خاينه. اتفقتي مع طلعت ان انا اتجوزك عشان ابقى انا الخروف وتعيشوا مع بعض سوا سوا، وانا حمار حمار. يا خاينة يا خاينة يا خاينة يا خاينة. فين يوسف جلال الدين؟ انا يوسف. لا لا لا.